مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في حلقه جديده وموضوع جديد من حلقات برنامج روشته كيرزونا. روشته النهارده هنتكلم عن جمال البشره. دايما كتير من الناس بيبقى عندها اسئله كتير وتفاصيل كتير عن ازاي اعتني ببشرتي، ازاي احافظ عليها سواء في الصيف او سواء في الشتاء، ايه الحاجات اللي ممكن استخدمها تساعدني ان ارجع بشرتي فيها نضار الطبيعي جدا وبدون اي مشاكل وبأقل التكاليف. النهارده هيكون معايا في روشته كيرزونا دكتوره جيهان فريد، اخصائي التغذيه العلاجيه وخبير تجميل. دكتوره جيهان، برحب بيك. اهلا بحياتك، منورني على شكرا. صحه، الله يخليك. النهارده هنتكلم، الناس دايما في الشتاء تحديدا بالبشره بيحصل لها شويه تغيرات، نظرا بقى لعوامل الجو ونظرا لبعض الحاجات اللي الناس ممكن تستخدمها بتاثر على بشرتهم. قبل ما نتكلم بقى عن ازاي ارجع بشرتي لطبيعتها، ايه هي انواع البشره؟ انواع البشره هي ثلاث انواع. في عندنا البشره الدهنيه، في البشره المختلطه، في البشره الجافه. البشره الدهنيه دي بنعتبر البشرات اللي هي احسن، يعني كل بشره فيها مميزات وعيوب. البشره الدهنيه المميزات بتاعتها ان هي ما يبانش فيها الرينكلز بسرعه، ما يبقاش فيه عجز في البشره بسرعه، تجاعيد تجاعيد، ما بيحصلش فيها التصبغات بسهوله، بتبقى فيها طراوة باستمرار، ما بنحتاجش الاهتمام بيها في موضوع الترطيب اليومي وكده زي بقيه البشرات العاديه. لكن العيوب بتاعتها انها ممكن بسهوله جدا بتعمل بتظهر الاكني او الاكني سكارز او الحب الشباب، بتظهر بعض الناس بتتضايق منها في الصور، في التصوير، في الشكل. البشره بتلاقي باستمرار دهون على منطقه البشره حوالين حوالين الخدود او الانف، فدي بتعمل طبعا مسامها شويه واسعه، المسام الواسعه دي بتضايق بعض الناس في شكل البشره، وده لان بيبقى نسبه الدهون تحت الجلد تبقى بنسبه عاليه. اما البشره المختلطه، البشره المختلطه هي يعتبر من افضل انواع البشرات، لان هي بالانس بين الدهنيه وبين البشره الجافه، اللي احنا بنسميها التي زون، ودي بيكون فيها الدهون حوالين منطقه الانف اللي هو هنا الخدود والانف، حرف على حسب التي، الانف والجبهه جزء من الخدود، ودي بتكون اعتقد من افضل البشرات والاعتناء بيها والمونتاج بسهوله، لان هو بيكون المشكله الوحيده او العيب الوحيد فيها هي الانف، منطقه الانف بيحصل فيها شويه بلاك هيدز او بيحصل فيها حبوب بسيطه، وده العيب الوحيد. لكن عموما دي من افضل البشرات الموجوده والاعتناء بيها بيكون عن طريق الترطيب البسيط. يعني البشره الجافه هي مشكلتنا في الشتاء. في الشتاء البشره الجافه الناس اصحاب البشره الجافه بيتعبوا جدا، لان بتجف اكتر، بتجف اكتر طبعا نتيجه استخدام الميه السخنه، نتيجه استخدام اساسا البروده بتعمل جفاف زياده. بمناسبه الميه السخنه يا دكتوره، في ناس دايما بيبقى يقول لك انا بستخدم الميه السخنه عشان تفتح مسام البشره. لا لا، هل ده بقى معلومه صح ولا معلومه غلط؟ لا، معلومه مش صحيحه. الميه احنا بنستخدم البخار، يعني الستيم هو اللي بيفتح. في فرق بقى ما بين البخار وما بين الميه السخنه؟ هي مجرد حاجه بتطلع بخار. البخار ده احنا بنفتحه عشان نفتح بس مسام البشره، عشان يساعدنا في حاله تنظيف البشره او السكراب. لما نيجي نعمل تقشير للبشره السكراب او التنظيف الفيشل العادي، بنستخدم البخار عشان يساعدنا في الدهون تطلع او البلاك هيدز يطلع بالبشره بسهوله. لكن الميه السخنه على البشره دي بتعمل مشاكل، وخاصه البشره الجافه، بتعمل قشور طبعا زياده في البشره، بتزود نسبه جفاف البشره، بتزود الاكزيما. في ناس عندهم اكزيما في البشره، ودي مشكله كبيره جدا في الشتاء للناس اللي هم اصحاب البشره الجافه، بيزيد عندهم نسبه الاكزيما. فده محتاجه يعني عنايه خاصه بالترطيب والترطيب اليومي لازم، والسكراب مره في الاسبوع. فده بالنسبه لانواع البشرات الموجوده عندنا. كويس. طيب انا دلوقتي خلينا ناخد من أسوأ نوع في انواع البشره في العنايه، ونقدر نقول انه ممكن يبقى البشره الدهنيه بتحتاج طرق عنايه معينه، اذا افترضنا يعني ان هي بتحتاج الحفاظ عليها. ايه طرق الحفاظ او العنايه بالبشره الدهنيه اللي هي معظم الناس على فكره بتكون بشرتهم دهنيه؟ هي بشره دهنيه مشكله بالنسبه للشباب كتير، بالنسبه للناس كتير، وخصوصا في مرحله الشباب والمراهقه. حب الشباب حب الشباب هدره. حب الشباب بيجي المراهقين غالبا، وده بيعمل بيبقى يعني بيضايقهم نفسيا جدا. ده ازمه للولاد والبنات يعني طبعا بشكل كبير. بشكل كبير، وبيعمل هو كمان ازمه مش في حب الشباب بس، السكار اللي بيحصل بعد حب الشباب او التجاعيد والبؤر او الحفر اللي بتحصل بعد حب الشباب. في الحب الشباب حتى البشره الدهنيه بتعمل حب شباب بتفاوت
بنسب مختلفه. يعني في بعض منه احنا ممكن نعالجه بالعنايه بالبشره او العنايه اليوميه بالبشره مع استخدام كريمات بتقلل نسبه الدهون في البشره، مع بنعمل سكراب او بنعمل تقشير مره، مش تقشير اللي هو الكيميائي او حاجه، السكراب اللي هو في البيت العادي بيبقى مره في في البيت الاسبوع. مش في العيادة. السكراب انا بكلمش البيلنج، في فرق بين البيلنج والسكراب، طيب مره في الاسبوع علشان بعد كده اقدر ان انا اطلع الدهون او الموجوده في البشره تقدر تتفتح بسهوله وتخرج الدهون الموجوده. لكن في وطبعا في كريمات خاصه عشان نحطها على الاكني او على حب الشباب، في كريمات موضعيه على حب الشباب نفسه، وفي كريمات للبشره بالكامل عشان تعمل على توازن البشره او لون البشره، عشان حب الشباب غالبا بيعمل بقع اللي هي التصبغات بيعمل الخفيفه. تصبغات فعشان وبتفضل بقى مستمره فترات طويله، في في ناس ناس بتفضل في تعاني ناس منها فتره ممكن سنين وتبدا ان هي تاخد في علاجات، تبدا تاخد ان علاجات طبعا عشان التقشير وعشان الكلام ده. لكن في طريقه تانية، في ناس بقى لما بيضطروا انهم ياخدوا ادويه، لان حتى لو استخدموا العمل العنايه حسب اليوميه الدرجة للبشره بقى، حسب درجة الحبوب أو فما حسب بيقدروش انهم يجيبوا نتيجه، يعني ولا مضادات حيويه بتجيب نتيجه ولا كريمات، فبالتالي بيضطر ياخد مثلا زي ادويه زي الريوكتان او حاجه عشان تساعد على انها تعمل بالانس للبشره او تقلل نسبه الدهون. وده بيبقى اغلب الادويه دي متكونه من فيتامين اي مع فيتامين اي سوري، اللي هو مع فيتامين اي. الفيتامين اي عشان هو اللي بيمنع تكون الدهون او حب الشباب، وفيتامين اي عشان يساعد على تحسين ملمس البشره والتصبغات الموجوده فيها. كويس. دي البشره الدهنيه. طيب لو جينا نتكلم بقى عن البشره المختلطه، طرق العنايه بقى بيها. البشره المختلطه احنا قلنا العنايه فيها مش صعبه، يعني العنايه بالبشره المختلطه هو التنظيف السليم. يعني احنا يعني طبعا احنا خطوات زمان بقى، واحد اتنين انا تلاته هقول لحضرتك، زمان كنا غشيشينا بنستخدم يعني. زمان كنا بنستخدم الصابون، يعني اغلب الناس كانت بتستخدم الصابون، وفي ناس الى الان بتستخدم الصابون، بس المشكله احنا لازم نختار الصابونه اللي نستخدمها للبشره بشكل فيها كويس. اكتيف انجريدينت معين او مواد فعاله معينه في يفضل الصابونه دي. يكون يكون يفضل يكون فيها مثلا الافضل انواع الصابون اللي بيكون فيها نسبه زيوت زي زيت الزيتون، فيها فيتامين اي، في صابون خاص للبشره دلوقتي بيكون موجود كده، في الصبار اوليفيرا، الصبار ده ممتاز جدا جدا للبشره، وده بيعمل على توازن الدهون في البشره بشكل ممتاز. فالبشره اللي هي المختلطه الصبار حتى الدهنيه الصبار ممتاز لها، اللي هي الزيت اللي بيستخدم في الصابون او اي جل بنستخدمه للبشره. فاهم حاجه ان احنا ننظف نغسل البشره مره الصبح ومره بالليل طبعا كويس جدا. نستخدم كريمات العنايه البشره زي ما قلت لحضرتك، البشره المختلطه مش محتاجه كريمات عنايه خاصه قد ما هي بس محتاجه ترطيب يومي. بنعمل تقشير مره في الاسبوع، بيل سكراب مره في الاسبوع في البيت. في البيت عادي. ممكن كل شهرين ثلاث شهور نعمل ان احنا نعمل فيشل في العياده، علشان وطبعا نهتم ان يكون المكان اللي نختاره للفيشل او تنظيف البشره مكان كويس عشان التعقيم، وعشان في بعض الناس بتستخدم ادوات بتعمل حفر زياده في البشره او بتزود نسبه الحفر في البشره. يعني حضرتك تقولي انه اختيارك حتى لما تحاول تحافظ على بشرتك لازم تختار المكان الموثوق منه عن طريق انه الاله بتاعته متعقمه كويس، ايوه طبعا. الناس اللي بتشتغل ناس ده شغلها او ده تخصصها، ما تروحش لاي بروفيشنال حد اكتر. ايوه طبعا بروفيشنال في تخصصها، ما تروحش اي مكان عشان تهتم بشرتك، لانه دي حاجه ظاهره. ايوه يعني طبعا انا اقول دي حاجه ظاهره مش طبعا حاجه مثلا هتقدر ان انت تخفيها او لا ما ما هو تظهرهاش، ده انت رايح هدفك الاساسي هو العنايه العناية ببشرتك مش بالبشرة. رايح حد يجرب فيك. صح كويس. صح طيب دلوقتي لو حد عنده بشرة اللي هي البشرة الجافة في الشتاء، ودي مشاكل الناس بقى في الشتاء بتجف أكتر، ايوه. إيه الحاجات اللي ممكن يعملها تعيد نضارة البشرة مرة تانية؟ البشره الجافه زي ما قلت لحضرتك هي احنا قلنا فيها ثلاث مشاكل. المشكله الاولى ان بعض الناس بيسبب لهم اكزيما، ودي المشكله اللي بتكون مرضيه لازم تتعالج كويس. المشكله الثانيه الجفاف عموما، ان احنا بيحصل عندنا تلاقي قشور في البشره باستمرار مهما رطبناها تلاقيها شكلها يعني ما فيهاش نضاره، ما فيهاش الجلد رقيق وخفيف جدا جدا. دي عموما البشره اصحاب البشرات الجافه يكون الجلد عندهم خفيف قوي قوي، فبالتالي نسبه الكولاجين تحت البشره او تحت الجلد مش عاليه. المشكله الثالثه ظهور التجاعيد او التجاعيد المبكره الفاين رينكلز حتى لو كان السن صغير. طبعا اكتر الناس اللي عندهم مشاكل البشره دي او الناس اللي عندهم بشره جافه اغلبهم الناس كل ما يبقى لونهم ابيض او فاتح اكتر بنسبه بتزيد بيكونوا عندهم نسبه ان هم البشره بتاعتهم جافه كبيره كتير. الاهتمام بيها بيكون طبعا نفس الطريقه ان انا اعمل استخدمها بغسول خاص بالبشره الجافه، يعني ما ينفعش استخدم اي غسول تاني في الصبح وبالليل، او صابونه العاديه بس برضو تكون فيها نسبه زيوت عشان ترطب البشره. يفضل يستخدم معاه فيتامين اي لو هنستخدم كريم،
اي نوع من الكريمات اللي هنستخدمها او الحاجات اللي هنستخدمها لعنايه البشره ما نستخدمش السيروم، نستخدم الكريم، لان السيروم بيزود جفاف البشره، لكن الكريم ويكون كريم فيه الى حد ما اويل، يعني في نسبه اويل زيوت. زياده، زيوت زياده، علشان تعمل ترطيب عالي للبشره. بس ده ما ينفعش في البيت. ده الكريمات والكلام ده ينفع في البيت، بس احنا ينفع في عشان البيت. عشان تقدر تهتم بيه بره البيت انت لازم البشره جافه البيلينج وكده صعب، انت لازم تهتم بيها في فيشل اكتر حاجه، فيشل. سيشن. طب هيحتاج كام سيشن مثلا عشان ارجع بشرتي لنضارها الطبيعي تاني؟ هو عشان ترجع البشره الجافه للنضاره الطبيعي انت محتاج مثلا تستخدم لها البلازما، تستخدم الميزو ثيرابي. لا ده انا بقى عايز اتكلم بقى عن البلازما دي في الحلقه كامله. البي ار بي، بليتلت بيراتشي بلازما، دي من ضمن التقنيات اللي اصلا موجوده من زمان وكانت بتستخدم في الاول خالص لعلاج التئام الجروح. ايوه صح. كانوا بيحنوها عشان يلتئم الجروح، يخلي الجرح يلتئم وما يتلوثش ويلم بسرعه. تستخدم دلوقتي في اكتر من حاجه، من اهمهم احقن بلازما في الوش او الشعر. او الشعر، يعني دي اكتر اماكن ممكن تحقن فيها. طيب دلوقتي انا هعمل سيشن لبشرتي عشان مريت بفتره حب الشباب وقعدت العب في الحبوب حصل سكار، وحصل سكار، هعمل كام سيشن في وقت قد ايه ممكن يخليني احس بالفرق؟ يعني احنا بنتكلم مين اللي دلوقتي على مشكله ان لو عندي سكارز بتاعت السكار بتاعت حب الشباب. اوكي، اولا البلازما زي ما احنا قلنا هي عباره عن، او البي ار بي هي عباره عن، احنا بناخد طريقتها ان احنا بناخد بنسحب دم من المريض او من اللي جاي عشان العنايه ببشرته، وبنعمل له فصل بين الصفائح الدمويه، كرات الدم البيضاء وكرات الدم الحمراء، وبناخد البلازما نفسها اللي هي الصفائح الدمويه اللي احنا محتاجينها اساسا، وبنرجع بنضيف عليها، يا اما بنحقنها. عندنا حالتين، طبعا احنا في مواد معينه بتساعدنا على ان احنا نستغل اكبر عدد من الصفائح الدمويه الموجوده. ده طبعا موجود في عيادات كيرزود، يعني الناس تقدر ان طبعا هي طبعا توجه للعياده سواء فرع المهندسين او فرع اكتوبر، وده ان هم ياخدوا السيشن اللي يساعدهم على تحسين البشره مره ثانيه. ايوه طبعا ده موجود عندنا، وطبعا زي ما قلنا تاني لازم نهتم قوي بالهيجين او بالتعقيم في الجلسات دي بالذات. ده اهم حاجه في الموضوع. اهم طبعا حاجه في الموضوع ده طبعا التعقيم. لازم نستخدم السوليوشن اللي يساعدنا على ان احنا نستفيد باكتر نسبه، اصل مش هو المشكله ان انا احقن البلازما، انا لازم اتاكد ان هي نوعها كويس او نسبه الصفائح الدمويه الموجوده مناسبه كويس، يعني اكبر استفاده من الصفائح الدمويه اللي تم فصلها. ده بنستخدم سوليوشن معين بنضيفه على الدم، او يعني بعد ما بنعمل واحنا بنسحب عينه الدم بنعمل لها فصل، بنرجع بنضيف عليها على حسب المشكله، لو بشره دهنيه، لو بشره جافه، لو حد عنده سكارز، لو حد عنده ترهل، كل حاله بتختلف ان احنا بنضيف مع البلازما نوع من انواع الميزو او الفيتامينز الموجود، كان فيتامين اي، فيتامين سي، كولاجين، على حسب ايه البشره محتاجاه. وبنرجع نحقن تاني في البشره، بنحتاج ان احنا نحقن اكتر في المناطق اللي فيها السكارز. بيبقى تقريبا جلسه كل من شهر ال 40 يوم على حسب العمر وعلى حسب قد ايه البشره فيها دامج او فيها مشكله. بين الجلسات بنستخدم كريمات طبعا على حسب نوع البشره اللي احنا بننصح بيها، اذا كان فيتامين سي او اي نوع كريم فيتامين اي. يعني هي نقدر نقول ان هي خطوات كل بشره ليها طريقه معينه مختلفة في التعامل، أنهي. يعني ما فيش مجموعه كده هنعمل لكم بلازما، لا، لا لا لا، كل حد من الناس هو يصلح لجميع الناس، هو بس يصلح كل لجميع الناس، واحد كل ليه واحد طريقته. بيحتاج البلازما يضاف عليها حاجه معينه، طبعا كريمات، كريمات ما، فلازم تكون عند حد متخصص ان هو يساعدك بشكل بروفيشنال او بشكل عشان يقيم المشكله، بشكل علمي. ايوه صح، ما فيش حاجه ثابته، لا لانه في بعض الناس بيروح انا عايز اروح احقن بلازما من غير اي اضافات ومن غير ما يعمل اي حاجه ويقوم حاقن بلازما. هل البلازما بقى في الحقن مؤلمه ولا ما فيهاش اي الم؟ هي مش مؤلمه، هي بتحس شويه بوغز زي وغز ابر، مش وغز الابره نفسها، الماده نفسها شويه يعني بتعمل بتسبب حرقان بسيط تحت البشره. احنا بنستخدم لازم بنستخدم له بينج، بنحط كريم لوكال على البشره، دي كريم موضعي، بينج موضعي، هو موضعي. وفي بعض الناس بتستخدم بنضيف يعني شويه من البينج مع صفائح دمويه، بس ده للناس اللي ما بتتحملش نهائي، وده غير مستحب لان بيعمل شويه يعني خساره من نسبه صفائح دمويه الموجوده. فاحنا نفضل ان احنا يعني بنستخدم بينج، بنستخدم اللي هو اللوكال، وبنستخدم التلج طبعا واحنا بنشتغل عشان ما يحصلش اي زراء او اي اوديما او الكلام ده في البشره. وفي نفس الوقت التلج نفسه بيعمل يعني زي تاثير تبنج شويه البشره او عدم الاحساس بالبشره، فهو الالم بسيط. ايه شكه؟
شقه، الام بسيط قوي 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 وبيروح فورا. كويس، وبعدها اقدر امارس حالتي الطبيعيه، طبيعي ما جدا بيكونش جدا. في اي لا لا مشاكل لا اي. لا لا لا، ولو بنعمل ماسك بعديها عادي من نفس البلازما او الصفائح الدمويه الموجوده، بنضيف له الميزوثيرابي وبنعمل ماسك للبشره، وبعد كده بتروح بتحس بالنضاره من اول يوم. ممكن يبقى في بعض كدمات بسيطه او زرق يعني كده، يعني زي بروز بسيط، وده بيكون من حقنه مش من حاجه خالص، مكان وبتروح الحقنة بس. مكان الحقنه. كويس، سؤال انا هسأله والساده المشاهدين اكيد هيسألوا نفس السؤال. انا دلوقتي عندي تجاعيد في وشي، ايه الحالات اللي ينفع استخدم فيها البلازما، وايه الحاجات عشان تشيل التجاعيد دي، وايه الحاجات اللي ما ينفعش استخدم فيها البلازما واستخدم حاجة تانية؟ احنا اتفقنا ان البلازما بتستخدم في جميع الحالات، اه لان البلازما دي زي الاكل بالظبط، انت بتغذي البشره، انت بتدي تغذيه كامله للبشره، فانت اي حاله تقدر تستخدم لها البلازما الا لو كان في حاله مرضيه هنتكلم عنها يعني، لكن كويس. عموما مرضيه مرض عضوي يعني، اه لكن لك البشره في جميع الحالات البلازما مفيده. كويس. لكن في بعض حاجات البلازما لوحدها مش هتبقى كفايه، ايوه يعني في بعض حالات بيبقى مثلا عندنا نقول تصبغات في البشره، فتصبغات البشره البلازما بتساعد ان احنا بتعمل بتزود نسبه الكولاجين والالستين والفيتامين اي والحاجات اللي محتاجاها البشره كلها، علشان تعيد بناء الخلايا الموجوده في البشره وتحسن من نضاره البشره والملمس بتاعها. لكن التصبغات دي بتكون احيانا سطحيه، فبلازما ملهاش دخل بعلاج التصبغات السطحيه. في دلوقتي طلع حاجه جديده او تقنيه جديده او انواع من الحقن بتزاد، يعني انواع من المواد بتتزاد للحقن بتساعد على تفتيح البشره، لكن في نفس الوقت مش أو يعني الجلد السطحي او السوبرفيشال الموجود في البشره هو لازم يتم ان احنا نتخلص منه، عشان الجلد الجديد او البشره الجديده تبان بسهوله، او اللي بنقول عليه بيبي سكين بعد ما بنعمل الجلسات. ودي ازاي بنعملها؟ لازم يتعامل معاها بيلينج، فيفضل ان البلازما لما يتعمل لو حد عنده تصبغات يعمل معاها بيلينج. بيلينج انواع كتير قوي، في عندنا الكيميكال بيل، في عندنا البيل اللي هو الماسك بتاع البيل اللي هو البلو بيل، عندنا جرين بيل، عندنا انواع كتير من البيلنج، بيبقى على حسب البشره اذا كانت هي عايزه بيلنج خفيف ولا عايزه حاجه اقوى. في عندنا بالنسبه للي عنده سكارز في البشره مع البلازما يفضل، او الحفر او الندبات، يفضل يستخدم الفراكشنال ليزر او سي او ليزر. كويس، ملوش اي اضرار على لا البشره. لا 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 بالعكس، ده كويس، بيبني الخلايا. وموجود في عيادات او كتير. موجود في العيادات بتاعت الرونسين ان شاء الله تكون موجوده كويس، باذن الله. طيب دلوقتي جهاز الهايفو، بعض الناس بيبقى عندها تجاعيد بس بتكون زياده شويه، هنستخدم البلازما ومع البلازما ممكن نستخدم جهاز الهايفو، ايه الحالات اللي احنا ممكن نستخدم فيها الاثنين مع بعض؟ الحالات اللي بنستخدم فيها الاثنين مع بعض، لو حد يكون عنده ترهل في البشره، ترهل، ترهل يعني نسبه ترهل، نسبه لان هو ترهل في الهايبو الدخول اكشولي هو الترا ساوند عميق، موجات بيدي موجات صوتيه عميقه عشان تعمل على هو بيدي عندنا ثلاث انواع من الهايفو او ثلاثه بروب بنستخدمهم، اللي هو 1.4 سنتي و3 سنتي و1 سنتي، كل واحد بيضرب. احنا عندنا بطبقه الجلد ثلاث طبقات مختلفه، اولا عندنا الجلد اللي في الطبقه الاولى، وبعدين الطبقه الجلد الطبقه الاولى ده الدهون اللي احنا غالبا بنقشره بنقشره التقشير. بيجي معاه، بعدين عندنا نسبه الدهون والطبقه العميقه بتاعه الجلد او الطبقه الاخيره بتاعه الجلد. احنا غالبا لما بنستخدم في البشره بنستخدم الثلاثه بروب بتوع الهايبو الهايفو سوري، لان هاي. احنا بنبدا ان احنا نضرب اولا بالطبق بالبروب اللي هو رقم 4 عشان نتارجت الطبقه العميقه للبشره، وبعدين نعمل بعد كده نستخدم رقم 3 عشان الطبقه الوسطى، وبعدين رقم 1 عشان السوبر فيشال عشان انتاج الكولاجين تحت البشره على طول. دي بالنسبه لما يكون في ترهلات بتجيب نتيجه نسبه كبيره جدا جدا، نسبه من 70% تقريبا لشد البشره. وزي ما قلنا البلازما انا بحبها مع جميع انواع مع الهايفو بدون الهايفو، يعني ممكن تستعمل بتزود لك نضاره البشره او سرعه انتاج الخلايا الجديده، تحفيز تجديد الخلايا البشره مره ثانيه وانتاجها والكولاجين. بشكل جديد. كويس. في بعض حالات بقى، يعني احنا بنتكلم كده على الحالات المتوسطه من الترهل، والحالات يعني فوق المتوسط والبسيطه، لكن في بعض الحالات بيبقى في ترهل عالي وخصوصا في الجسم، اذا كان في الدراعات او في البطن او كده، بعد عمليات الجراحيه او فقدان او الوزن بعد عالي. مثلا التخسيس القاسي، مثلا كان وزن زياده قوي وبعد الوزن
حصل نزول في الوزن ففي ترهل بقى في الجلد في الارداف او في الايد. في نسبه بتجيب نتيجه معاه بيبقى نتيجتها ممتازه، وخصوصا لو بدا بدري. يعني انا بعمل دايت النهارده او بعمل لو عندي مشكله بخس في الوزن فانا ابدا النقطة بدري. بقى مهمه، يعني انت بدات دايت النهارده ما تنتظرش لحد ما الترهل يزيد لا 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 لدرجه كبيره، وابدا من دلوقتي خد الخطوه في في اتخاذ القرار ان انت تستخدم جلسات الهايفو لازاله الترهلات واحده الترهل واحده واحده. لان هو احنا مع الدايت بيروح الدهون الموجوده دي، او مع فقدان الوزن او مع العمليات الجراحيه بتروح الدهون الموجوده في البشره، يعني ستيب شويه شويه. فلما بتروح بتقل نسبه الدهون ونسبه الكولاجين الموجوده في البشره شويه شويه. انا لو كل شهر او ثلاث شهور، المفروض الهايبو بيبقى جلسه كل ثلاث شهور، بس احنا بنفضل للناس اللي عندها ترهلات عاليه ان احنا نعمل كل شهر جلسه لمده ثلاث شهور، او كل 40 يوم جلسه لمده ثلاث شهور، وبعد كده نيجي نعمل كل ست شهور جلسه بس مينتنس. لكن لو استخدمت من الاول حتى لو كل ست شهور او ثلاث شهور عملت جلسه بتساعدني على تكوين الكولاجين، او على الاقل الحفاظ على الكولاجين الموجود في البشره مع الدهون نسبه الدهون الخفيفه الموجوده تحت الجلد عشان ما يحصلش الترهل العالي. لكن بعد كده الهيفو بيساعد طبعا مع استخدامه انه يشد نسبين، خصوصا زي ما قلت حضرتك في منطقه البطن، في منطقه الارداف، في الدراعات، في الوش طبعا، وفي الرقبه هو اكتر حاجه بيجيب نتيجه ممتازه. كويس. في الدبل تشين ممتاز جدا جدا في علاج الدبل تشين. كويس. انا النهارده بعمل دايت، وبعد ما عملت دايت او عملت عمليه تكميم معده، العمليات المشهوره دلوقتي، بيحصل انه بلاقي الناس وشها يعني فيري بيل. اولا بيحتاج كده جلسات بلازما وديرما بين وميزوثيرابي، وبيحتاج ان هو يشد البشره بشكل كبير. ايه الخطوات اللي انا ممكن احافظ بيها على نفسي قبل ما اوصل للمرحله دي؟ طبعا هو احنا بنتكلم على العمليات الجراحيه، بعد العمليات مش بعد العمليات الجراحيه. بعد العمليات اولا انا عايز اسال سؤال مهم بس بعد ما نجاوب على السؤال. اوكي. العمليات الجراحيه اولا هو في حاجه حاجتين مهمين قوي قوي. اي دكتور طبعا الجراحين كلهم لما بيعملوا العمليات دي اول حاجه بيقولوها ان الاهتمام المهم قوي قوي قوي، ان يعني اكتر حاجه ان احنا نهتم بالفيتامينز اللي هناخدها. هو بياخد مالتي فيتامين كتير قوي عشان يعوض الاكل اللي في ناس بتكسل تاخد الموضوع ده. يعني حتى لو هي بتاكل كويس يقول لك انا باكل كويس، حتى لو بتاكل لا لازم الفيتامينز، يعني هتخرج بره الجسم بشكل كبير، فاحنا لازم نعوضها على الاقل لمده سنه. بيبقى تعويض قوي جدا، وطبعا بيختلف على حسب العمليه. حضرتك لو عندك تكميم غير لو باي باس غير كل عمليه مختلفه. يعني مثلا الباي باس بيقعدوا طول عمرهم ياخدوا الفيتامينز بكميات كبيره جدا. لكن لو تكميم او كده بياخدوا بكميه، يعني الدكتور بيديهم سنه سنه ونص لازم ياخدوها باستمرار عشان يعوضوا الفيتامينز اللي بتروح من جلدهم من بشرتهم او من جسمهم. بتعمل تساقط في الشعر، بتعمل ترهل في الجلد، بتعمل بشره بتكون ما فيش فيها نضاره نهائي. دي نمره واحد. نمره اثنين شرب الميه. الميه لو نشرب كتير ميه مهم جدا 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 انها بتحافظ على نسبه الكولاجين والالستين، بتديك الرطوبه اللي انت محتاجها جدا. في ناس ما بتشربش ميه، في ناس ما بتقدرش تشرب غير لما بتعطش. يقول لك انا أغلب عطشان. الناس. اغلب الناس انا عطشان فيفتكر الميه وقت ما يعطش بس. هو اغلب الناس هو خصوصا كمان بتوع عمليات اللي حتىك زي ما قلت لك السليب او التكميم دول هم عندهم مشكله في شرب الميه، يعني هم الميه تقيله. حتى كمان هم الدكتور في الاول بيدي لهم ميه خاصه بيهم عشان بتبقى خفيفه. طب الناس اللي بتعمل لايبوسكشن يا دكتوره، اللي هو الشفط الموضعي للدهون، وهي بتعمل شفط بيحصل ترهل في منطقه معينه، لما يحصل الترهل ده الجهاز ده بيجيب معاه نتيجه كويسه؟ طبعا هو بقى اللايبوسكشن بيجيب نتيجه ممتازه لان اوريدي في دهون موجوده، مفيش ترهل لسه حاصل كتير. يوجوالي اللي بيعمل لايبوسكشن بيكون الدكتور عاطي له المشد اللي بيلبسه بعد كده عشان يحافظ على، وغالبا اللايبوسكشن اغلبه دلوقتي بيتعمل مع الليزر، بيعمل نسبه شد بسيط لكن بسيط، لكن بيكون في نسبه ترهل لازم، لان احنا شلنا جزء من الدهون، لا يمكن هيشيل الدهون بالكامل. أوكي. فاحنا شلنا جزء من الدهون من اماكن معينه غير الاماكن الثانيه. حتى لو كان يعني احسن الدكاتره لازم هيكون في امبالانس في الدهون الموجوده في المنطقه دي. فاحنا طبعا الهايفو بيجيب معانا نتيجه ممتازه وسريعه جدا مع بعد اللايبوسكشن. بس هو يفضل كمان من اللي عامل العمليات دي يتجه اكتر، بس مش للهايفو، يعني هو الهايفو زي ما قلنا الترا ساوند عميق، يعني او مرجصه صوتيه عميقه. في اجهزه كتير زي البيلا شيب، زي الزيرونا، زي الاجهزه دي، والاجهزه دي اوريدي فيها الموجات الصوتيه نفسها، وفيها الار اف، وفيها الفاكيوم. الثلاثه دول مع بعض بيعملوا الفاكيوم، بتعمل على ان احنا بنفرد الدهون اللي بناخد، بس احنا عملنا شلنا الدهون كتير، فبنفرد بقيه الدهون على البشره بطريقه كويسه، فبتبقى بتلمس البشره احسن، شكلها احسن، مفيش فيها ترهل. بنستخدم بعد كده، وفيها الار اف اللي هو، او فيها الالترا ساوند والار اف في الاجهزه دي برده، فبيساعدنا برده على شد البشره بعد العمليه الجراحيه. فاحنا ممكن نستخدم يا اما الهايفو
وده ممتاز، لكن لو لقينا اللي هو الباين قوي ان في امبالانس او عدم عدم توازن، توازن في يبقى احنا لازم نستخدم مع الاجهزه الثانيه زي ما قلنا البي جي او زيرونا، ويفضل الفيلا شيب او زيرونا لان دول فيهم موجات فوق سطحيه وفيهم الترا ساوند مع الفاكيوم، فالاثنين بالثلاثه بيساعدوا مع بعض. ودول متاحين في عيادات موجود موجودين موجودين. طيب النهارده معظم الناس بتتجه بعد ما تعمل العمليات دي لعمليات شد البشره، عمليات الجراحيه. هل جهاز الهايفر ممكن يكون بديل امن وفعال بديل عن العمليات دي؟ الهايفو بديل امن. هو بص هقول لحضرتك على حاجه، هو احنا ما نقدرش نقول هو 100% بديل امن، هو بديل طبعا امن وفعال عن جلسات. في ناس بتخاف يا دكتوره من العمليات، في ناس ما بت... اولا في ناس عندها سكر ما تقدرش تعمل عمليه، في ناس عندها مشاكل في السيوله ما تقدرش تخش عمليه، في ناس ما تقدرش تعرض البنج، في ناس عندها فوبيا من انها تخش تعمل عمليه، تقول لك انا اعمل عمليه عشان اعمل اجمل بشرتي ليه. في حالات كتير قوي ممكن احنا ما نقدرش نعمل عمليات، وفي بعض حالات اغلب الحالات دي بينفع مع الهايفو بنسب مختلفه على حسب ايه نسبه الترهل وعمر المريض. يعني لو هو كل ما يكون المريض صغير في السن كل ما يكون الريكفري بتاع او الانتاج خلايا جديده اسهل، اللي يلاقي النتيجه سريعه اسهل، كل ما يكون اكبر بيكون برضه نسبه، لان اوريدي بيكون الكولاجين والاليستين والحاجات اللي محتاجينها البشره والفيتامين اقل، فكل ما يكون المريض اصغر بيكون نتيجته اسرع. لكن لو بدانا الهايفو من سن من سن صغير زي 30 سنه او كده بيبقى بنلاقي نفسنا لا بنأخر قوي ان احنا نعمل بوتوكس، بنلاقي بنأخر قوي ان احنا نعمل جراحات. انا رايي ان الجراحات ما نلجاش فيها غير لسن كبير قوي، حتى لو كانت في عمليات جراحيه لفقدان الوزن الهايفو بيجيب النتيجه مع البشره بالذات، مع الوش بالذات، بشره الوش والرقبه النيك والديكولتيه. دي اكتر حاجه الناس تهتم بيها، لان اكتر حاجه ظاهره، يعني اكتر حاجه ظاهره. على فكره في بعض السيدات بعد مثلا الولاده او الحمل بيحصل لها ترهل في منطقه البطن كويس كده، ويبقى الموضوع مضايقها جدا جدا، وتبدا تلجا للاطباء الجراحيه، فيا اما التكلفه تكون بالنسبه لها عاليه جدا، يا اما تكون قلقانه ومش عايزه تشد البطن مره ثانيه عن طريق العمليات الجراحيه. فجهاز الهايفو نقدر نقول ان هو يكون امن ومناسب بالنسبه لها. امن ومناسب، هو احنا بنستخدم، هو لازم يبقى بينه في كومباينيشن بين الهايفو وبين حاجات ثانيه. يعني احنا الهايفو لازم نستخدم معاه، مثلا يفضل ان احنا نستخدم معاه الميزوثيرابي لشد البطن، نستخدم معاه البلازما عشان تجديد الخلايا، نستخدم معاه مهم قوي ان احنا نستخدم معاه حاجه زي ما قلت لك زي اجهزه الفيلا شيب والكلام ده، لان ده بيساعد. دي اجهزه خاصه بالشد، يعني الهايفو بيشد بس دول الهايفو الترا ساوند، لكن التاني معاك ار اف ومعاك فاكيوم، فانت بتساعد حتى على الدهون الموجوده الزياده. لو في عندك شد بنشده بالهايفو، لكن لو في دهون زياده وغالبا بيبقى اللي عنده ترهل في بطن عنده دهون زياده، بنعمل ان احنا بنقدر نعالجها بشكل كويس. لكن في بعض الحالات احنا ما نقدرش ننصح بيها بالهايفو، اللي بيكون ترهل بنسبه كبيره جدا جدا، يعني فوق مثلا نقول 70%، فبتبقى نسبه الجلد الزياده في البطن كتيره جدا، محتاج ان هو يدخل جراحه عشان تلاقي بطن نازله تقريبا لغايه رجليه. ده ما ينفعش، ده لان في جلد زياده مهما عملنا مش هنجيب نتيجه. احنا بنتكلم على حد بعد الولاده الاولى، حتى في ناس بتولد اربع خمس ولادات وبطنه هو طبيعي الجلد. طبيعه الجلد، طبيعة وكمان بيحافظوا على نفسهم بعوامل معينه بحيث ان هو بيهتموا. لكن ما يجيش حد كان 200 كيلو مثلا او 100 وحاجه كيلو وخس بقى 70 80 كيلو يقول لي انا اصل بطني بصي فين عايز اعملها، لا مش هجيب طبعا اكيد نتيجه، مستحيل طبعا، يعني مستحيل هيبقى التراهل كبير جدا. ده الجلد هوديه فين؟ هو الجلد لازم يتشال، هو محتاج ان هو يتقص، وبعد ما يتقص يلجا للجراحه. الميزوثيرابي يا دكتوره ممكن يستخدم في اكتر من حاجه، واحنا بنتكلم النهارده عن البشره. في ناس بتستخدم الديرما بين يعني والميزوثيرابي، الفرق ما بينهم؟ بص حضرتك، هو الميزوثيرابي اساسا احنا بنهتم، يعني هو الميزوثيرابي الاولاني ليه ثلاث طرق. احنا ممكن نستخدمه بالابر العاديه بتاعت الانسولين، ممكن نستخدمه بالديرما بين ويكون ميزوثيرابي نستخدم فيه الديرما بين، ممكن يكون بالميزوستيب اللي هو بيكون زي نفس فكره الختم، يعني بيكون كده لبعض الناس عشان خصوصا ده بيستخدم في الشعر، يعني عشان ما يحصلش موضوع اللي احنا بنعمل رايح جاي او بنعمل مساج في منطقه زي البشره، فده في الشعر بيعمل بيلف الشعر عليه بيعمل مشكله. وممكن نستعمل ميزوجان، ففي لي كذا طريقه الميزوثيرابي. لكن هو الديرما بين نوع، يعتبر نوع من انواع الميزوثيرابي، بس هو اسهل وبيوصل لطريقه اعمق يعني بالبشره، بس هو كله تقريبا واحد وكله بيستخدم فيه نفس انواع الميزو. ديرما بين بنستخدمه في حاجات كتير قوي، كمان حتى بنستخدمه لما بنيجي نحقن البشره لو حد هيعمل فيلر او بوتوكس او هيعمل حاجه هتقلمه شويه،
فاحنا ممكن نحط فيه اللي هو البنج، نحط فيه يعني اي نوع من انواع البنج اللي احنا بنستخدمهم، وبنحقن بيها البشره، فبيسهل لنا قوي ان البشره دي يعني او المريض ما يحسش بحاجه، وخصوصا اللي بيعمل حقن خدود او حقن شفايف بيبقوا خايفين فبنستخدم لهم الحاجات دي. فلكن هو ما فيش فرق كبير بين الاثنين، الاثنين بيستخدموا في نفس الميزو، هو المنتج اللي بنستخدمه هو الميزوثيرابي، لكن بنستخدم بكل الطرق، بالديرما بين او الديرما ستيب او الـ او الميزو جان. المختلف عنهم اللي هو الديرما رول. الديرما رول ديرما رول ده مختلف. الديرما رول لان هي ده احنا ممكن نستخدمها في البيت وممكن نستخدمها في العياده. اللي بيختلف في استخدامها في البيت من العياده الدبس بتاعها او العمق بتاعها او قد ايه نسبه السنون بتاعتها. بقى في تطور يا دكتوره هايل جدا في استخدام كل الحاجات اللي هي ممكن تساعد البشره. يعني بقى بنات وحتى في كتير من الشباب دلوقتي بقى بيحاول ان هو يحافظ على بشرته، يحافظ على نضاره بشرته. انا شايف ان ده تطور مهم والله، هو ده ترند دلوقتي. البشره والجسم الناس مهتمه جدا، مهتمه بيها جدا يعني. فبقى حاجه ممتازه. زمان كان بالنسبه للفيميل بس او السيدات كانت مهتمه بده، لكن لقيت دلوقتي ان في كتير قوي من والله احنا الشباب بيقول لنا اكتر من فيميل كوفيرمك. الشباب مهتمين قوي. والله بيقول لنا اكتر، بيقول لنا على كل حاجه يعني، كان بشره ولا تخسيس، مهتمين. انا بحسهم مهتمين بجسمهم بشكلهم اكتر يعني، كتير اكتر بين البنات. ممكن نقول البنات بيهتموا لما يكبروا شويه في السن، يعني تلاقيهم بداوا يخافوا على نفسهم. لكن الشباب لا، انا بشوفهم مهتمين جدا بالمواضيع دي، وخصوصا بقى حب الشباب وشد الجسم. ماشي، هو بيهتم بحد الشباب والجسم عشان الفورمه. لكن فكره انه يهتم بقى بالبشره وعندي هنا مش عارف ايه والكلام ده، في كتير. في كتير. يعني هو لسه الثقافه دي مش في مصر قوي، بس بره موجوده. هي بره موجوده. انا بتكلم على انه مصر ان دي حاجه بقت موجوده، دي حاجه كويسه، حاجه ممتازه. بقول لحضرتك ترند الاهتمام بالبشره والجسم والتخسيس والفورمه والكلام ده. الشباب كلهم مهتمين بجميع المستويات. الناس بقى اللي هي ايه يعني عندها شعر كتير كده، ايه انسب الحاجات اللي ممكن يستخدموها في ان هو يعيد بناء الشعر؟ طبعا شعرنا باظ اصلا، او معظم الناس شعرها باظ، يا اما تساقط الشعر الطبيعي، يا اما الصلع الوراثي، او الكريمات او الحاجات اللي كانت بتستخدم زمان وما نعرفش مصادرها منين. جرب ده، فتجرب اكتر من حاجه، تبدا ان هي تاثر في الشعر. خلاص انا وصلت لمرحله ان انا حاسس ان بدا شعري يروح مني، ايه الحل او ايه الطريقه اللي ابدا احافظ بيها على ما تبقى منه؟ اولا هو لازم بدايه نعرف ايه المشكله لتساقط الشعر. يعني هو عشان يجي لي حد يقول لي انا عندي مشكله في تساقط شعر، غالبا بيكون اولا لازم اعمل تحاليل. يعني لازم اعمل اشيك الاول ايه المشكله قبل ما ابدا في اي حاجه. لان في ناس بيبقى عندها نقص في الهيموجلوبين، او عندها انيميا، عندها نقص في الحديد، عندها يعني في مشاكل معينه في الجسم، او لازم اعمل يعني اعاده دم كامل عشان اعرف ايه المشكله الموجوده عندها. لو كل حاجه سليمه ابدا ان احنا نقول علاجات. لكن لو في نقص في نسب مثلا الزنك او في الحديد او في الانيميا او كده، لا هي طبعا لازم تتعالج الاول، تاخد علاج كورس علاج كويس كده للحديد او للانيميا، وبعدين بعد كده نبدا ان احنا نشوف. لو ما جابش نتيجه كويسه تعالج طبعا، بتروح للدكتور اللي هو خاص بالعلاجات دي. ولو لقيت برضه ستيل في تساقط او في نمو جديد للشعر، او شعر خفيف قوي فبيتقطع بسرعه، نبدا نديها العلاجات او السيشن في العياده. اللي بناخده احنا بنستخدم طبعا ميزو ثيرابي للشعر، ممتاز جدا جدا جدا. بنستخدم الاشعه، في اجهزه اشعه بس بتاثر على اعاده نمو البصيلات للشعر باشعه تحت الفول البنفسجيه. بنستخدم البلازما او تحتك الميزو ثيرابي مدول اكتر حاجتين، وده بيكون تقريبا جلسه كل اسبوع. كم جلسه تقريبا؟ بيكون 6 جلسات. اول شهر 4 جلسات، كل اسبوع جلسه، ثاني شهر كل اسبوعين جلسه، وبعدين المينتنس لمده 6 شهور كل شهر جلسه. لان احنا لو ما بطلناش بالتدريج بيرجع يحصل تساقط شعر على طول، فلازم نبطل بالتدريج، ما ينفعش فجاه نبطل الجلسات. بالنسبه للشباب يعني بنفضل، لا دي النقطه دي بقى مهمه. في ناس بتعمل 3 4 جلسات، بعد ما تخلص 3 4 جلسات ممكن يحس بفرق شويه فيقول كفايه. لا 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 لا، ايه اللي يحصل له هنا؟ ممكن يبدا يحس بتساقط تاني، يقول لك انا ما عملتش حاجه، انا اول ما بطلت حصلت. هو لا، يعني كمل السيشن للاخر. انت عدت للشعر الصدمه، انت بتعمل بتبني بصيلات شعر جديده. فانا لما وقفت من مرحله البنى دي فهتضعف، فجزء كبير منها هيرجع يحصل لها سقوط يعني تساقط تاني. فاحنا الاول اول اربع جلسات دول احنا مش بنعمل انبات للشعر، احنا بنسيطر على تساقط الشعر، بنوقف تساقط الشعر.
بعد كده الجلسات التانية دي هي اللي بتساعد على سرعة إنبات الشعر. طبعا لازم يجي معاه فيتامين في البيت عشان تاخده الخاص بالشعر، أو زنك أو الفيتامينات اللي ناقصة فيها، زي ما قلنا لو ناقص هيموجلوبين أو حديد المفروض الدكتور بيكتب لها حاجة زي كده. لكن هو الشعر بالذات لازم تاخد كل الكورس الموجود يعني، أو تكمل الكورس كامل، ولما تبطله بطله بالتدريج. حتى لو في شباب بيستخدموا المينوكس دلوقتي، بيستخدموه حتى للدقن مش بس للشعر، المينوكسيديل وكلام من ده عشان يزود الدقن، الشعر في الدقن، في اللحيه، او منطقه فراغات اللحيه لو في او ناس فراغات، عندها في فراغات. ناس كتير عندها فراغات او في الشعر، برضو لما نيجي نبطل المينوكسيديل بنبطله بالتدريج عشان ما يحصلش تساقط تاني في الشعر. كويس. طيب في بعض السيدات كل ما العمر بيكبر شويه بيحصل لها تساقط في الشعر تدريجيا، تبدا ان هي تستخدم حاجات يعني من اكتر زيوت بقى، وتبدا تستخدم ويعني حنة وزيوت او حنه وزيوت ومش عارف ايه، وتبدا ان هي تجمع بقى من هنا ومن هنا ومن هنا وصفات. وصفات، وتخش تكتب وصفات لزياده الشعر 30 متر في 3 ايام، وتبدا او يبداوا ان هم يعني منتديات ما شاء الله يعني، فيبداوا ياخدوا معلومات، وتبدا ان هي تاخد المعلومات دي وتبدا تجربها على نفسها. انا بشوف ان دي كارثه بقى، طبعا كارثة كبيرة. يعني انت بتجربي في حاجه التجربه فيها تكاد تكون مؤلمه بالنسبه لك اكتر بكتير جدا جدا من الالم اللي انت حاساه اي دلوقتي. طبعا اكيد اكيد طبعا. ايه الحاجات اللي انت بتنصحي بيها الناس اول ما يبدا يحس بتساقط في شعره؟ ايه الحاجات الطبيعيه ممكن في البيت حتى لو حد مش قادر يجي العياده النهارده او يجي بكره؟ زيوت معينه، طريقه عنايه بالشعر. والله زي زمان كده، ايام جدتنا زمان وايام كده، ده كان اهم حاجه ايه اللي بيستخدموه، تلاقيهم بيستخدموا بس زمان لازم كان مره. الاكل كان مفيد وكان في اي حاجات بس انت عندك حاجتين يعني، فاست عندك فود. دلوقتي يا دكتوره عامل مشكله. بقى مسيطر على طبعا، البيوت بشكل وده اللي كبير، عامل السمنه، وده اللي وده عامل كل عمل السمنه وعمل مشاكل في البشره وعمل مشاكل في الشعر، واستخدام كريمات برضو لو اتكلمنا عن غلط. استخدام وكريمات كريمات على البشر بدون ما اعرف مصدرها. انا بشوف علب كريمات ب 30 جنيه، 20 ايوه جنيه هو مستحيل دي علب، مشكله. مستحيل علبه زي دي هيكون متغلفه المقارنه صح. وبتتباع واثنين ثلاثه بيكسبوا منها، وهي اصلا تكلفتها 4 5 جنيه، وحضرتك تستخدميها ببشرتك لمده شهرين ثلاثه وتقولي لي واو النتيجه هتبقى هايله يعني. استحاله ده. ما اعتقدش يعني. نصيحتك ايه للناس حتى وهي بتشتري؟ اولا هي بتشتري لازم تكون يعني، يفضل لو كانت هي راحت مركز طبي او راحت كلينك او حد اعطاها ايه المشكله اللي عندها بالظبط يعني، محتاجه تستخدم حاجه يكون فيها نسبه الزنك اعلى، محتاجه تستخدم الكرياتين اعلى، ايه اللي محتاجه تستخدمه، البيوتين يعني، في حاجات بيحتاجها الشعر لازم اكون عارفه. لما يكون عندك زنك، لما يكون عندك بيوتين، لما يكون عندك فيتامين سي، لما يكون عندك فيتامين اي، الحاجات دي كلها لازم تكون تتاكد انها موجوده. او هو حتى دلوقتي بينزلوا شامبوهات وكده يقول لك ده غني بالفيتامين، بكذا. غني بجوز الهند، غني بفيتامين سي، مكتوب على كل حاجه. لكن ده الحاجات اللي بنستخدمها، ونتاكد انها من مصدر كويس او من مكان كويس، مش اي حاجه من السوق استخدمها على شعري. لكن العنايه للشعر اللي هو اي حد يجي يستخدمه، يقدر يعمل زيوت مره في الاسبوع، الزيت يتفضل مع حمام دافي يعني، او يعني بخار للشعر، او ازاي يعني؟ يعني هو مثلا تحط الزيت على شعرها، وبعد كده او يعني تعرض شعرها يا اما لفوته سخنه يعني، تجيب فوته سخنه فوطة وتقوم سخنة، الفوطة السخنة العادية بتاعتك، العاديه تحطها في الميكروويف تسخنها أو تحطها في مية سخنة وتعصرها وتعصرها وتحطها لمده ربع ساعه على شعرها، بعد ما تدهن شعرها كله بعد ما تدهن شعرها وتعمل مساج للشعر، تعمل إيه؟ مساج للشعر، مساج للشعر. وبعدين تستخدمها تحطها طب لمده ولو ربع حد ما ساعه. عندوش شعر؟ ده صلع وراسي بقى ولا مالك راح فين؟ الزمن لا بص، هو في حاجات صعبة اعالجها، احنا نتجه بقى لموضوع زراعه الشعر اللي هو صلع الوراثي. صلع الوراثي صعب جدا جدا. هو صلع الوراثي لازم نكون عارف، اللي عنده صلع وراثي يبقى عارف، فمن بدري يبدا يهتم بموضوع العلاجات بتاعه الشعر، اذا كانت الميزو ولا اذا كان ياخد البايوتين او الحاجات ليه؟ عشان ياخر ظهور الصلع. هيظهر هيظهر، لكن عشان ياخره. بعد كده دلوقتي ما الطب ما خلاش حاجه والتجميل ما خلاش حاجه، بيروحوا يعملوا زراعه شعر وكلام ده خلاص بيعدي. لكن ده الحاجه طيب انا عايز اغش منك كام نقطه. اتفضل. انا استاذ المشاهدين، اتفضل. حضرتك خبير التغذيه، والتغذيه مهمه جدا في الحفاظ على البشره وفي الحفاظ على الشعر. وصفه للبشره، وصفه للشعر، من الغذاء، من الاكل اللي احنا بناكله، الحاجات اللي هي موجوده في الطبيعه وصفات يعني، البيت يعني نعملها في وصفات البيت. البيت، حاجه في البيت كده. الساده المشاهدين دلوقتي هم قاعدين بيتفرجوا علينا، يجيبوا ورقه وقلم ويقوموا كاتبين بقى انا النهارده هجيب 1 2 3 4، ده حاجه هتبقى في نظام الغذائي سواء بعمل دايت او ما بعملش دايت، تساعدني في ان بشرتي يحصل لها نضاره مره تانية. لان انا شايف انه هدفنا في النهايه انه زياده التحسن عن طريق العلاجات اللي احنا بناخدها، عن طريق سواء بقى
البي ار بي او البلازما او ايا كان الحاجه اللي هنستخدمها، ان هي تزود وتحسن من ده. التغذيه عامل مهم جدا في العالم كله، ممكن يستخدموا التغذيه في بعض الاحيان لعلاج مشاكل كثيره جدا. ايه التغذيه المناسبه للشعر؟ وايه التغذيه المناسبه للبشره؟ ولو في كل بشره ليها نوع معين من التغذيه يا ريت نتكلم فيه. التغذيه المناسبه للشعر والبشره هما واحد، يعني هما الاثنين تقريبا نفس الموضوع. ولا بعم. ولاد عم ده بيدي ده وده بيدي. المشكله الكبيره زي ما قلت لحضرتك نمره واحد واثنين وثلاثه، الميه. الميه مهمه جدا جدا جدا. الميه طول ما احنا بنشرب ميه كويس بيكون في ترطيب كويس، بيكون الفيتامينز بتمشي في الجسم بشكل كويس، فبيستفيد منها الجسم. لكن الاكل احنا طبعا اهم حاجه في التغذيه ان احنا يعني نقلل شويه زي ما حضرتك قلت من الدهون المشبعه، لان دي كارثه في حد ذاتها، قاتله قاتله. طبعا نزود نسبه الفواكه والخضروات، لان اوريدي حتى لو ما بتشربش ميه الخضار ده بيديك نسبه من الميه من او السوائل اللي محتاجها جسمك او الترطيب اللي محتاجه جسمك. كل الفيتامينات موجوده في الفواكه والخضروات، كل حاجه عندك. البشره الجزر ممتاز للبشره عشان الكاروتين الموجود فيه، الفجل ممتاز للبشره، البنجر رائع للبشره ولون البشره والفيتامينز والشعر. البنجر ممتاز، ده هم دلوقتي بيستخدموه حتى لعلاج السرطانات، يعني هو البنجر عشان انتي اوكسيدنت لان هو مضاد الاكسده. طبعا عندك البروكلي برضو مضاد للاكسده، عندك الكرنب في ممتاز للبشره وللشعر ومضاد للاكسده. البروكلي والكرنب يعني هو بروكلي وكرنب مع بعض يعرف تحس انهم فيهم شبه من بعض. كل الحاجات البيري يعني عندك الاستروبري، عندك البلو بيري، وعلى فكره برضو البروكلي من مضادات الاكسده. ممتاز. كل ده انا بتكلم عليه ده كله مضادات اكسده، وفي نفس الوقت فيها نسبه الفيتامينز اللي محتاجها للجسم وخصوصا فيتامين اي، وزي ما قلت لك الجزر عشان الكرياتين الموجود بيدي لون وملمس البشره كويس، اللي هو اللون اللي الناس بتحبه اللي هو تلاقيه الوردي كده محمر او خمري شويه. زي ما قلت لك مهم قوي 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 الحل، او افضل حاجه الحاجات اللي هي كلها بيري زي ما قلنا، ستروبري بلو بيري اللي هو الكريز، الستروبري الريد بيري، الحاجات دي كلها ممتازه اولا للبشره وللشعر وللسيوليت بتاع الجسم او تخسيس الجسم. فالحاجات بالنسبه للشتاء الفيتامين سي بتاكل بقى كتير على فكره. يعني الناس بتاكل كتير في الشتاء، كتروا بقى الالياف يعني. لا واللي عملوه في الصيف كله ما بنشبعش احنا، ما بنشبعش. لا واللي عملوه في الصيف كله بيضيعوه في الشتاء وبيقللوا من ما بيحتاجوش يشربوا ميه كتير طبعا، وما بياكلوش فاكهه كتير، والفاست فود بقى كل ما معدي تقوم واخد ساندوتش من اي مكان، فانت بالنسبه لك كده والشيبسي والمش عارف ايه والبسكوت والحاجات اللي انت بتجيبها السريعه دي تلقطها كده ده غلط. بتروح مزوده في وزنك، مزوده في وزنك وعشاك حاجات مش كويسه. اولا الحاجات دي كلها بتقلل مناعه الجسم، فبالتالي لما بتقلل مناعه الجسم معروف لان فيها مواد حافظه، فيها مواد اكسده، فيها مواد مش طبيعيه كلها، فبتقلل ما فيهاش مواد اكسده، فيها مواد حافظه، فيها دهون مشبعه، فدي كلها بتقلل مناعه الجسم. لما يكون مناعه الجسم قليله كل حاجه بتبقى ملخبطه في جسمك، كان الامراض، كان البرد، كان البشره مش كويسه، الشعر مش ملمسه او طبيعته مش كويس. لكن انت احنا بنجوع كلنا، فانت باستمرار حط قدامك طبق فواكه او خضار مقطع، يعني نما جوع خضار مقطع سلايدز كده ورايح جاي. طالما بتجوع وبتاكل كتير ثلاث وجبات طبيعيه بتاعتنا، وناكل باستمرار فاكهه وخضار. فاحنا لو عودنا نفسنا على كده هيبقى يعني بين الوجبات اكتر الفاكهه والخضار زي ما انت عايز بتعوضك وبتشبعك، وخصوصا لو في حاجه فيها الياف زي احنا والشتاء مليان فواكه فيها الياف زي البرتقال، زي السفندي، زي يعني المانجا. بس المانجا ما نزودهاش قوي عشان المانجا بالاملاح طبعا، واملاح وزياده الوزن وكلام من ده. التفاح مثلا، الموز، التفاح ممتاز لكل حاجه. التفاح التفاح يعني ممتاز للبشره للشعر. انا بتكلم عن حاجه بحبها يعني. والله برافو عليك. التفاح، البلح. لا البلح ممتاز. البلح بص بقى فعلا البلح لو تاخد كل يوم الصبح معلقه عسل مع من ثلاث لسبع تمرات، اوكي، مع معلقه عسل. ايوه كده عايزين نخش على ايوه دي بقى وصفه هتظبط لك كل حاجه. نص كوبايه ميه دافيه على معلقه عسل طبعا طبيعي، اوكي، على نص ليمونه، انت كده خدت جسمك كل محتاجه، معاه ثلاث تمرات لسبع تمرات كل يوم. دول خلاص غنوك، تاكل بقى ايه ما تاكلش ايه مش مشكله، لان دول اولا زودوا مناعه جسمك، زودوا نسبه الاكسجين في جسمك، زودوا نسبه الهيموجلوبين والحديد في جسمك، سكريات وسكريات والطاقه وكل كل الفيتامينز اللي انت محتاجه بالخلطه دي. سكري اعملها فطارك او قبل فطار بساعتين ثلاثه، وبعدين بعد كده ابدا افطر اي حاجه انت عايزها. وزي ما قلنا نفطر زي الملوك، ونتعشى ونتغدى عشا الفقراء يعني، بلاش منه احسن. ونتغدى اكل بسيط وسط يعني، ونتعشى قليل. كويس.
دكتورة، رأيك إيه في المقولة اللي بتقول إنه طبيعة الغذاء اللي بتاكله هو اللي بيطلع على حاضر، بشرتك؟ ده حقيقي. إيه رأيك في المقولة دي؟ اي حقيقي، لان هو انت لو النهارده احنا قلنا عندنا مشكله في البشره او الشعر او الكلام ده، واحنا ما عندناش امراض عضويه، احنا كل اللي بنتكلم عليه ناس طبيعيين بدون امراض عضويه. فبالتالي احنا مهما خدت فيتامينز بالتابلتس او كلام من ده، بتاخد منها نسبه 10 ل 20% 30% ماكسيمم الجسم بيستفاد منه، بعد كده الجسم ما بيستفادش ببقيه الفيتامينز اللي داخل. لكن لو بتاكل اكل 100% بيستفيد من كل الفيتامينز الموجوده في الاكل الصحي، الاكل الصحي. فبالتالي لو احنا بناكل اكل صحي للجسم زي ما قلنا، في خضار، فواكه، اكل صحي، حتى لو النشويات بس بكميه بسيطه او بطريقه، بروتين طبعا مهم جدا جدا عشان احنا نبني بيه عضلات جسمنا، وحتى بروتين مهم لنمو الشعر والحاجات دي بس مش بكميه كبيره. فطبعا وانس ان احنا كنا اكل صحي بيظهر على البشره، بيظهر على الجسم، بيظهر حتى ان بيمنع سمنه، على نسبه السيولايت الموجوده في الجسم بتقل. فاكيد صح. نصيحة في ثانيتين بس أستاذة بشاري، نصيحة. نصيحة ولا حاجة، زي ما قلت لك الأكل الصحي نمرة واحد، مية نمرة واحد واثنين وثلاثة، دي أهم حاجة. ونبعد شوية عن الفاست فود، نحاول نمشي نص ساعة كل يوم، يعني المشي مهم قوي 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 للجسم في كل حاجة، للبشرة وللجسم وكل حاجة يعني. كويس. دكتورة جيهان فريد، أخصائية التغذية العلاجية وخبيرة العلاج بالبشرة بعيادة كريزونا، بشكرك شكرا جزيلا. ميرسي قوي، أهلا بيك. عشان الكلام في كل مكان، نصيحتين في نهاية الحلقة. النصيحة الأولانية، ودي اللي بشوفها في كتير من البيوت المصرية، ودايما بقول للناس لما بيصادفني الفرصة إن أنا أتكلم فيها، بلاش تستخدموا فوض بعض في البيت يا جماعة، بعد إذنكم. ومن هنا هتكلم عن دي، ودي نقطة من التعقيم. عايز أقول لكم إن اختيار المكان اللي أنت هتروح تتعالج فيه، أو المكان اللي أنت هتروح تعتني بيه بشرتك، لازم تختار يكون مكان معقم كويس، الناس اللي فيه ده شغلها متخصصين في ده، تعرف تاريخهم ايه، وبالتالي هنا هتبدا ان انت تختار المكان الصح. عيادات كريزونا من ضمن العيادات اللي بيحافظوا جدا جدا على التعقيم، وانا بشوف انه تعقيم المكان هو الرمز اللي بيدل على مدى اهتمام الناس بالعيان، اهتمام الناس بيك، مش فكره انه يقول لك تعالى، اهتمامه بيك انه يقدم لك خدمه كويسه في مكان كويس، في مكان معقم تعقيم كويس، تحت اشراف نخبه من المتخصصين في علاج البشره وفي علاج السمنه. عيادات كريزونا موجوده في 55 شارع سوريا بالمهندسين، موجوده في الشيخ زايد ايضا في الحي الخامس خلف السنترال في داخل مول سكاي مول. ان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده من حلقات برنامج رشاد كريزونا، الى ان التقي بكم مره اخرى، لكم من كل التحيه والتقدير، انا خالد صقر.